انت امتى تعشيت مع الست عليا؟ من يومين قبل نهار المسابقه. مين قال لك؟ باسل؟ شفت صوركم على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا؟ عن جد؟ وين؟ على الانستغرام تبع الست عليا، هي اللي منزله الصوره. بس انا من يومين شفتك، ليه ما قلت لي انك رح تتعشى معها؟ وانتي مشان هيك زعلانه؟ في نحن بهداك اليوم كان صرنا اسبوع مو شايفين بعض، وانا كنت مشتاق لك، ما كان طالع على بالي اني احكي بولا شيء. واصلا لما التقينا كنت عم بحكي على التليفون، اذا بتتذكري كنت عم بحكي معها. بس مش حشه يعني، كان فيك تقلها. لك عليا وقت اتصلت فيني وقالت لي اني اقنعت باسل انهم يطلعوا لبرا يتعشوا، وطلبت مني اني اكون معها. بس هي هي كل القصه. لحظه، باسل ظهر معكم؟ ايه كان معنا. حبيبتي لا تضيعي وقتك بهيك قصص بلا طعمه، اوكي؟ انت ما بتوثقي فيني؟ بلا بوثق فيك، بس بزعل لما اشوف انه كل اللي شافوا الصوره مفكرينكم مع بعض انت وياها. واذا بدك هلا بحلل المشكله، هلا بروح وبحكي مع ابوك. لا 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 بليز، لا قلت لك هلا مش وقتها، يعني انا البابا بدي احكي بهالموضوع عرواق. بليز. طيب مثل ما بدك، المهم انه انت تكوني مرتاحه ومبسوطه، هذا اهم شيء بالنسبه لي. سوري انا زغرت عقل بهالقصه بعرف، بس لما شفت الصوره زعلت، وبعدين بس قريت الكومنتس عصبت كثير. بعتذر. في حبيبتي انا ما بدي اياكي تتاثري بهي الشغلات، بالاخير انا شخصيه عامه وممكن انه نتعرض لحكي العالم كثير. بدي اياكي تكوني اقوى وتوثقي فيني أكثر، والأهم إنك توثقي بحالك. يا ريت، عبالي عبالي سافر واترك كل هالعالم هون. وين جاي عبالك تروحي؟ ما بعرف، بس أنا وصغيرة كانوا دايماً رفقاتي يخبروني عن سفراتهم مع أهلهم، كانوا دايماً يسافروا، كانوا يقضوا صيفياتهم بالأرز. كل سنة كنت أطلب من البابا إنه بليز خدنا على الأرز، وقطعوا الصيفيات صيفية ورا صيفية ولا مرة طلعنا. يعني أنا شجرة الأرز أنجأ بعرف شكلها، صدقني. عن جد مو رايحة لهنيك؟ ما تضحك علي هيك. والله ما عم بضحك عليكي، انا عم بضحك على قصصك بس.